الخير لكل من يتابع الشرقية وبرنامجه للمدينة يوم جديد ومشوار جديد وأكيد مواضيع جديدة تخص المدينة وأهل المدينة. مرحبا رأفت. مرحبا أسأل. تحية طيبة لكل متابعي قناة الشرقية وحلقة جديدة من برنامج أهل المدينة. راح نتابع مواضيع تخص المدينة وأهل المدينة بعد الفاصل. التذكير بطرق التواصل ويانا وعن طريق التليجرام والرقم الظاهر أسفل الشاشة اللي حبي يتواصل ويانا من خلال هذا الرقم رسالة مختصرة بها المعلومات الكاملة. إذا كان هناك مقطع فيديو أو صور توضح المشكلة ياريت يتم إرساله حتى يتم عرضها ضمن فقرة عيون المدينة. فيسبوك وتويتر اللي حبي يتواصل ويانا من خلال هذين الموقعين وأكيد البث المباشر على صفحة الشرقية الوحيدة والرسمية على الفيسبوك. واللي عنده تعليق مناشد ومشكلة يتركها ضمن التعليقات نقرأها وقت بث الحلقة أو يتم إرسالها لمراسلينا لمتابعتها بالصوت والصورة. شلون راح يبدي من موضوع طرحناه يوم أمس وحكينا ببالغ الألم والحزن عنه. موضوع يخص المراجعين لدائرة مرور التاجيات وحتى الكاظمية وحتى حكينا بتفاصيل كثيرة عن القضية وعرضنا الصور. يمكن احنا هسه أيضا راح نعرض ما عرضناه يوم أمس. كانت الصور بها معاناة كبيرة، مصطفين أصحاب السيارات والمركبات، طوابير طويلة تحت أشعة الشمس، مع العلم أنه وزارة الداخلية أو وزير الداخلية أول ما استلم المنصب قال أتمنى أن تكون هناك المعاملات سرعة في الإنجاز خلال ساعات قليلة. الناس تقول إحنا نبقى ننتظر ساعات طويلة دون إكمال معاملاته، إحنا نبقى أكثر من 4-5-6 ساعات. بعد عرضنا للقضية يوم أمس كان هناك قرار من وزارة الداخلية ومن الوزير. أول شيء اللي سواه استبدل المديرين لأن هو موصيهم، هو مطلع أنت أمر وأنت قرار وأنت قانون أن يكون هناك سرعة في إنجاز المعاملات بعيدا عن إحنا حكينا حتى بسالفة الرشوة وأنه المواطن يضطر أن يدفع الرشوة في سبيل أن ينجز معاملته. فأول قضية صارت تم استبدال مديري التاجيات والكاظمية، هاي أولا. وثاني شيء تم تمديد الدوام. هي وين المشكلة؟ المشكلة أنه أعداد كبيرة من الناس تراجع دائرة المرور وقلة بالموظفين، فبالتالي تحتاج فعلا تمديد الدوام إلى حد 6 مساء. فالناس بدل ما كلها تروح الصبح راح تتقسم الناس، وأتمنى تكون هناك آلية واضحة وواحد يستفاد من الأخطاء. يعني إحنا نعرف هناك بعض الدوائر من تشوف نفسها من يصير عليها زخم تحاول تنظمها مع الحروف الأبجدية أو تشوف على أرقام السيارات، وهكذا من الواحد من الممكن أنه يكمل أموره. إحنا حقيقة سعداء جدا بأنه هناك من يستجيب بطرحها، ونسعد أكثر إذا بقية المواضيع تمشي على هذا المنوال، ونفرح أكثر أنه الناس تحشي بدل ما تروح وتكمل معاملة، لا تصور وترسلها للإعلام حتى إحنا نكون وسيلة ضغط على الجهات المعنية وبالتالي تنحل القضية. الحمد لله، وإن شاء الله يوم لكل الدوائر الحكومية أن تخرج من هذا الروتين الممل وتكون هناك سرعة في الإنجاز. يعني خطوة إيجابية تحسب لوزارة الداخلية بتغيير المدراء، وأيضا قبل أيام قليلة جدا أنه أيضا هناك تعديلات في إدارة الجوازات العامة في بغداد وفي كل محافظات العراق، وبالتالي أنه نسبة الإنجاز بدأت تكثر بوجود هذه التغييرات. وإحنا اللي نتمنى من كل الوزراء أنه يكون متابعين، أو كل الوزارات تبقى متابعة برنامج المدينة للتقليل من معاناة المواطنين اللي تعرض من خلال البرنامج، وأكيد هي بها فائدة كبيرة للمواطن وأيضا للحكومة نفسها. إحنا من نعرض الأشياء هدفنا هو التعديل والتقويم وليس التسقيط لأي وزارة كانت، والحمد لله والشكر أنه برنامج المدينة أنه مؤثر بالساحة، وبالتالي أنه أكو استجابات كثيرة على مواضيع نطرحها في برنامج المدينة. نروح لموضوع آخر، والموضوع الآخر اللي أيضا يوم أمس كان هناك وقت كافي لهذا الموضوع، واليوم أيضا راح نتحدث به حتى نطلع على تفاصيل مهمة ودقيقة اللي هو الإضراب العام أو الاعتصامات العامة اللي حدثت في أكثر من محافظة عراقية للكوادر الصحية اللي موجودة في دوائر الصحة في كل المحافظات العراقية. كوادر الصحة هم عندهم مطالب
يقول لك انه لازم ترفعون نسبه الخطوره ان 80% حالنا حال اقراننا الموجودين بالكوادر الوسطيه، وايضا رفع التسكين لانه احنا بدنا ناخذ 30 وما اعرف هم هذه القضايا اللي هي الوزاره تعرفها، واكيد الموظفين بهذا الاختصاص يعرفون موضوع رفع التسكين وايضا نسبه الخطوره. يمكن في الموسم الماضي تحدثنا ايضا بشكل مفصل مع الوزاره حول الكوادر الصحيه والكوادر المهنيه اللي كانت موجوده وايضا اللي كانت لها تظاهرات كبيره جدا، والحمد لله وشكرا انه يمكن استجابوا لهم وغيروا بعض الاشياء اللي هم كانوا يطلبوها ضمن تظاهراتهم، واليوم املنا كبير ايضا بوزاره الصحه بالتعديل بما يخص الكوادر الصحيه اللي موجوده في كل المحافظات العراقيه وانهاء التظاهرات بالاستجابه على مطالبهم ورفع نسبه الخطوره الى 80% حالهم حال اقرانهم اللي موجودين في الكوادر الصحيه الوسطيه، وايضا رفع التسكين عفوا، وهذا اللي نتمناه من الوزاره ومن القائمين على الوزاره بكل دوائرها واللي موجوده في المحافظات العراقيه. تفاصيل اكثر راح نتابع تقرير لاعتصام من دائره صحه الناصريه وبعدها نرجع لكم مباشره. رفع التسكين عن رواتبهم وزياده مخصصات الخطوره اسوه باقرانهم من الكوادر الوسطيه في المؤسسات الصحيه ومنع التمييز بين موظفي الدائره الواحده. أهم مطالب المعتصمين من الكوادر الإدارية والفنية في دائرة صحة ذي قار. اليوم لدينا اعتصام لإداريو صحة ذي قار متضامنين مع أخواتنا في عموم العراق. الاعتصام جزئي كان لمدة 3 أيام، واليوم الرابع هو اعتصام عام، ومطالبين بتلبية حقوقنا من قبل رأس الهرم في الدولة من وزير الصحة ورئاسة وزراء، ونطالب بإقرار حقوقنا وضمن جدول الجدول لاجتماع رئاسة الوزراء، وبعد ما حصلنا على وعود ولكن كانت مجرد تخدير أعصاب. وهذه الحقوق هي حقوق عامة لفئة مظلومة، فئة كافحت ومارست نشاطها وعملها متضامنين مع أخواتهم المهنة الصحية. اليوم الاعتصام أصبح مفتوح بعد أن وعدتنا الحكومة المركزية بتلبية مطالبنا للجلسة السابقة لمجلس الوزراء، ولم تلبي مطالبنا الحكومة المركزية لجلسة الثلاثاء الماضية. لهذا اليوم سوف أصبح القرار أن يكون اعتصامنا مفتوح، ولدينا خطوات تصعيدية أخرى إن لم تلبي الحكومة المركزية مطالبنا. وبعد 3 أيام من الاعتصام الجزئي ولعدم استجابة وزارة الصحة لمطالبهم، بيّن المعتصمون أنهم باشروا بتنفيذ اعتصام مفتوح في جميع المؤسسات الصحية في المحافظة حتى تحقيق مطالبهم التي أكدوا على مشروعيتها. نحن إداريين دار صحة ذي قار نطالب بشدة أن لا يكون أكو تمييز أو تهميش للكوادر الإدارية بالنسبة للكوادر المهنية الصحية. نطلب من السيد وزير الصحة أن يراعي ذلك وبشدة. لذلك كون الفيروس لا يفرق بين الكوادر التمريضية والكوادر الإدارية، الكوادر الإدارية أكثريتها تشتغل جنبا لا جنب مع المهنة الصحية. طبعا احنا نعاني من وزارة عنصرية تميل جهة إلى جهة أخرى دون أخرى، وذلك يشعرنا بالظلم. كإحنا ككوادر إدارية إحنا عصب الوزارة، لذلك نطالب برفع مخصصات الخطورة من 30 إلى 80%، وكذلك رفع التسكين أسوة بأقراننا من المهنة الصحية، وكذلك التعامل معنا كأساسيين في وزارة الصحة وليس مهمشين. فالتهميش والتمييز لا يبني مؤسسات دولة، وقد تتعطل عمل المؤسسات بسبب الإضراب والاعتصام المستمر. وبينما يلوح المعتصمون من الكوادر الإدارية والفنية في المؤسسات الصحية بتحويل اعتصامهم إلى إضراب مفتوح عن العمل، تؤكد دائرة الصحة ذي قار إن تحقيق مطالبهم مرهون بموافقة الجهات المعنية في الحكومة المركزية. من ذي قار مصطفى السعيدي، الشرقية.
اذا رجعنا لكم بعد ما شاهدنا ايضا تظاهره كبيره لدائره صحه ذي قار حول رفع التسكين وايضا زياده نسبه الخطوره اللي هم طالبوا بها بانه تكون 80%. يمكن مو فقط بالناصريه، بغداد ايضا كانت لها تظاهرات كبيره جدا وصار لهم 3 ايام، واليوم الرابع هو اللي بدا باعتصام مؤقت يعني، وبالتالي قالوا اذا احنا اعتصمنا وما راح ينفذون مطالبنا اكيد راح نسوي اضراب عام عن العمل، وايضا راح يشمل كل المحافظات العراقيه. هذه التظاهره في بغداد بدات وايضا في الديوانيه والناصريه وغيرها من المحافظات العراقيه وخاصه في دوائر الصحه، يطالبون وزاره الصحه بالمساواه ما بين المسميات الوظيفيه والدرجات الوظيفيه الموجوده بالوزاره، وايضا اعطاء نسبه الخطوره للكل متساويه مثل ما ان هم حكوا وقالوا انه ايضا المختبر ابو المختبر اللي هو يعمل بالمختبر ايضا بتماس مباشر مع الامراض او مع المريض نفسه وسحب الدم، واكيد انه هناك فيروسات وهناك خطوره كبيره جدا على اللي يعمل بالمختبر، وايضا سائقي سيارات الاسعاف اللي هم ايضا من الكوادر الصحيه الاداريه يسموهم، ايضا هناك تماس مباشر مع المريض، وبالتالي هذه كلها احنا نطالب بها بزياده الخطوره ورفع التسكين حالنا حال بقية الموظفين اللي موجودين بالوزارة حتى نخلص من هذه اللي عدم مساواة أو التهميش لفئة معينة وأعطاء حقوق كاملة لفئة معينة أخرى. يلا نقول عسى ولعل يكون هناك التفاتة لهم، صار لهم أيام يتظاهرون ويعتصمون، يعني هم قايلين واحدة من شعاراتهم كلا كلا للتهميش، بمعنى أنه لا تهمشونا ولا يعني تقولون يومين وثلاثة ونمل، احنا راح نستمر بهذه القضيه، واحنا نتمنى انه ما يكون هناك عرقله لكل هذه المواضيع لانه راح تأجج المواجع وتخليهم يتظاهرون وما يكملوا، حتى لو انهوا الاضراب والتظاهره راح يشتغلون بطريقه يعني احنا ما ترضي لا ضميرهم ولا ترضينا احنا كمراجعين ومواطنين. نبقى احنا في نفس الاطار وزاره الصحه والتظاهرات، لكن نروح للديوانيه واللي تم تعيينهم قبل اشهر، صارهم 3 أشهر بدون راتب، وهاي القضية قضية كلش حساسة، يعني أنا من أعين المفروض أن يكون عندي رصيد مالي وما أجي في يوم من الأيام ماكو واحد يتعين وممكن يقول والله أنا ها أجوز بعد شهرين ما عندي راتب، ماكو هاش منطق. فهسه حاليا هم رافعين أيضا شعارات، صار لهم أكثر من 3 أشهر أو 3 أشهر يعني بهذا الحدود هم دون رواتب، يقول لك إحنا ناس إيجارات نريد نعيش نريد ناكل، وهذه إلى الجهات المعنية في وزارة الصحة ووزارة المالية يمتى نخلص من هذا الموضوع موضوع الرواتب. طيب أنتوا عندكم عجز بالميزانية، أنتوا ما تطلوا الرواتب، الرواتب معقولة كلها قاعدة تروح بس للرئاسات الثلاث ومجلس النواب والمسؤولين بس، يعني هي هاي الرواتب؟ احنا يعني البقية كلهم طالعين خارج قوس. نتابع القضية ونتابع مناشدتهم ويا ريت يكون هناك متابعة من قبل الجهات المعنية نشوفها، خاف تم سرقة الرواتب واحنا ما ندري، وإذا القضية لا احنا عندنا عجز مالي طلعوا احكوا يا العالم ليش عينتوهم؟ خليهم يروحون بغير مكان، خليهم يشتغلون أعمال حرة ولا أنه يبقون ينتظرون رحمة الله وتالي ما حد ينطيهم راتبهم. حقيقة اليوم طلعنا احنا الكوادر الوسطية حتى الأطباء والصيادلة منذ أكثر من يوم 9/5 تقريبا، منذ أكثر من 3 أشهر لحد الآن لم تصرف رواتبنا ما بين وزارة الصحة وما بين وزارة المالية. هذه المخاطبات يجب أن لا يكون ضحيتها هو الموظف، اليوم أغلب الموظفين اللي هم تعيين جدد بين الصباح وبين مساء أصحاب عوائل، يعني يجب أن تصرف حقوقهم اليوم، هذا أبسط شيء يمكن يحصلون عليه أن هم جاي يقدمون خدمة وخدمة جدا مهمة، وزارة الصحة من الوزارات المهمة يجب أن يحصلوا على حقوقهم. لذلك اليوم تجمعنا هنا من أجل إيصال صوتنا لرئاسة صحة الديوانية وإلى الوزارة تبعا من أجل صرف أو وضع حقيقة آلية عمل للإسراع بتسليم رواتبنا، لأن هذا أبسط الحقوق لنا. نحن اليوم هنا وقفة نظامية سلبية من أجل ما السبب في تأخير رواتب التعيين الجديد. كل سنة تكون مماطلة في هذا التعيين الجديد من قبل دائرة صحة الديوانية. نحن اليوم نقف وقفة نظامية مشرفة أمام دائرة صحة الديوانية، وذلك سوف يكون لنا اعتصام وإضراب في كافة مستشفيات دائرة صحة الديوانية إن لم يكون استجابة في هذه الأيام القليلة.
تأخير أعتقد من الوحدات الإدارية أو الحسابات. احنا الوحدات الاداريه بالتحديد نطالبهم مثل ما يريدون هم وقفه من الكل معدهم على مود الخطوره 800، هم بالمقابل يعني ينجزون عملهم هو معتمد علينا احنا رواتبنا 75 يوم مو شيء عادي اغلبها، استغير اللي ما قدروا يطلعون لظروف خاصه احنا هم نعتب عليهم، بس نعتب العتب الاول على الوحدات الاداريه اللي بدائره الصحه، لانه كل الاسباب يقولون انه هي من وزاره الماليه او وزاره الصحه. تابعنا الكتب، الوزاره من عندهم طالبه اوامر اداريه ماتنا من يوم 6/5 بالشهر 6/5، يعني احنا المفروض بالخامس مستلمين راتب، بس هم ما رافعين القوائم مالتنا نهائيا، طالبين مجرد رقم رواتب بتعيين جديد. هم طالبين، احنا ما قصروا، دكتور سلمان ما قصرت همنا استقبلنا، بس المطالبه انه اسراع، لانه بعد اللي بعذر انه قبلنا تحملوا 5 أشهر أو 6 وبعدين طلعوا اعتصام، هذا خطا اللي قبلنا، لقبلنا اخطاوا تاخروا اساسا بمطالبه حقوقهم. سؤالنا ماذا سبب التاخير؟ نريد سبب تاخير رواتبنا. في كل سنه تتم مطالبه المطاولة من خلال إداريين، الإداريين يطالبون ب80% وهم نفسهم لا يقومون بإصدار رواتبنا. وزارة المالية تطالب بالأوامر الإدارية لكن لا أحد يعطيهم الأجوبة ولا أحد يعطيهم الأوامر الإدارية. نحن اليوم بدأنا بمطالعة وثم اتجهنا إلى المظاهرة، ما بعد ذلك الاعتصام، وما بعد ذلك لا نعطيهم الإجابة، لأننا سنعمل ما بعد الاعتصام ما أكبر من الاعتصام. من الممكن أن نعتصم هنا داخل مديرية الصحة. بالنسبة للتعيينات الجدد عددهم أكثر من 2000 موظف أو منتسب، تعرف هم مركزين على مستشفيات وعلى مؤسسات صحية متناثرة بمحافظة الديوانية، لازم يتم استكمال هذه البيانات، بيانات الراتب وإرسالها إلى وزارة الصحة. استكمال البيانات طبعا يحتاج إلى عمل، وهذا شغلة دقيقة ومهمة، لأن شغلة تتعلق برواتب الموظفين وبأرزاقهم. قد يكون هناك حدث شيء من التأخير، ولكن العدد الكبير جدا من المنسبين لدائرة الصحة طبعا سوى جهد إضافي على الكوادر الإدارية الموجودة، وإن شاء الله الكوادر الإدارية الموجودة حاليا تقوم بإنجاز عملها بالسرعة الممكنة، وراح نرفدهم بكوادر إضافية بالأيام المقبلة حتى تتمكن من إنجاز العمل بالوقت المطلوب إن شاء الله، حتى يتمكن الموظفين الجدد اللي تعينوا حديثا باستلام رواتبهم. يعني التصريح اللي اجى من صحة الديوانية اللي يقول انه لازم تستكمل البيانات 3 أشهر، ما البيانات تستكمل قبل ما واحد يتعين، من يكمل إجراءات التعيين تستكمل كل بياناته وترسل إلى من وزارة الصحة للمالية وخلص يتم صرف رواتبه، بس مال إنه إحنا نستكمله ورا سنة، يعني مثل يطلع تقاعد يلا واحد يستكمل بياناته. يعني خطية اللي يتعين، يعني حتى هسه صار هسه خوف عند اللي ما راح يتعينون أو جاي يدورون على تعيين، يقول يعني هم أنا أتعين ولزم التعيين بيدي وأداوم، وهم ممكن بعد كم شهر أروح الظاهر واعتصم وافكر بالاعتصام. يعني ما راح نخلص من موضوع التظاهر، ندور تعيين لازم نتظاهر، نتعين نتظاهر، نستلم راتب نتظاهر لان يقطعون الراتب، نستلم احنا بعدين راتب لازم احنا نتظاهر على مود يزودون الراتب، نستلم احنا بعدين هم يزودون الراتب لازم الخطوه، وهكذا احنا لازم نخلص حياتنا بالتظاهرات والاعتصامات، ويا ريت هم جايب نتيجه. يعني كل البلدان من الممكن تظاهره واحده تسقط بلد وتسقط الحكومة بأكملها. إحنا كم تظاهر حسبوا والله ما ينعدون، كل وزارة يومية البلد بعشرات التظاهرات. وين التظاهرات يعني المفروض تجدي نفعا، لكن يبدو أن الحكومة تعودت على رؤية هاي المناظر. على هم إحنا نتمنى أن يكون هناك متابعة لقضيتهم. خطية اللي تعين جديد كلهم شباب صغار، أكيد هم حطوا آمالهم بهذا التعيين. يعني كل ما نتعين يمكن راح خطب، كل ما نتعين تريد يكمل يجوز حتى دراسته، كل ما نتعين وعد اهله، وعد نفسه انه طب ويشوف نفسه بدون راتب، يعني هذا هاي صدمه العمر. فنتمنى يكون هناك متابعه سريعه للقضيه، واذا موضوع بيانات فكملوها، يعني هسه البيان قابل، احنا عايشين بكوكب والبيانات في كوكب اخر، كملوا الموضوع على السريع خلال ايام وارسالها للجهات المعنية وصرف الرواتب بأسرع وقت ممكن، لأن الناس كاتبين واحدة من شعاراتهم
جف عرقنا، فهم خطية، ناس محتاجة فلوسها وناس محتاجة أن تعيش وتكمل حياتها بشرف وبعزة، وأنتوا ما خليتوا للإنسان حتى هاي الكرامة هنتوها، يعني واقفين بالشمس وحالتهم حالة. يا رب يكون هناك التفاتة بشكل سريع لهؤلاء الشباب. يعني أكيد أنه تكون أكو التفاتة من قبل الوزارة إذا كانت هي مهتمة لموضوع المتعينين الجدد اللي صار لهم أكثر من 3 أشهر بدون رواتب. وهذا الموضوع مثل ما سمعنا وشاهدنا بالتقرير اللي انعرض قبل قليل، أنه أحد الأشخاص قال أنه بسبب الكوادر الإدارية اللي موجودة، لأن هم بالوقت الحالي دي يطالبون برفع الخطورة إلى نسبة 80%، فمن دي يشوفون إحنا الكوادر الوسطية اللي نسبة خطورتها 80% أو أكثر، هم دي يعترضون أوامرنا الإدارية أو مدى يكملون البيانات والملفات مالتنا ومدى يرسلوها للجهات المعنية، وبالتالي أنه تأخر رواتبنا، فصارت أنه أكو قضية ما بيننا. فنتمنى أنه حل هذه القضية بأسرع وقت ممكن، لأنه أبو الكوادر الصحية هو يعني فعلا انه طالب بحقه، والحق اللي هو لازم توفر له الوزاره، وايضا ابو الكوادر الوسطيه اللي ظاهره واللي طالبوا برواتبه المتاخره صار 75 يوم، ايضا هو ما له اي ذنب لانه الوزاره هاملته، فالقضيه مو بين الموظفين، القضيه بين الوزارات. فاتمنى من وزاره الماليه ووزاره الصحه يكون اكو تعامل وتعاون ما بيناتهم حتى يحلون هذه القضيه باسرع وقت ممكن، ونبدي نلتجئ ونروح لمواضيع اخرى تقدر انه الحكومات تحلها بطريقه باي طريقه كانت. راح نبقى بملف وزاره الصحه، ودائما ما نحكي بملف وزاره الصحه يمكن البعض انه يزعل، لانهم في تصورهم انه احنا بدنا نحكي بصوره عامه عن الوزاره باكملها، احنا نحكي بس عن المؤسسات الحكومية اللي هي مدمرة بشكل كبير جدا بسبب إهمال الوزارة لها وانعدام البنى التحتية. يعني احنا عندنا الأطباء، دائما ما نقول انه الأطباء خط احمر، فعلا انهم ناس يتعبون، واحنا دائما في برنامج المدينة انه نكون معاهم، انه دائما نطالب حقوقهم، ندافع عنهم، نمنع الاعتداءات، دائما ما انه نوعي انه بعدم الاعتداء على الكوادر الطبية والتمريضية اللي موجودة بالمستشفيات. فاحنا عندنا الأطباء لهم مكانة، فنتمنى انه ما يزعلون، احنا بدنا نحكي على الوزاره وعلى الحكومه باكملها، ما نحكي على طبيب ولا نحكي على ممرض ولا نحكي على صيدلي ولا على ابو مختبر، الوزاره هي همله المؤسسات الصحيه، وبالتالي انه اندمرت بالكامل. راح نشاهد صوره رصدها احد المواطنين اللي كان داخل لمستشفى مدينه الطب، يعني مستشفى مدينه الطب، فعلا انه يمكن البعض يقول انه زخم وكل المحافظات العراقيه عليها، والبنى التحتيه مالتها كانت مخصصه لعدد معين من سكان بغداد، لكن بالوقت الحالي انه زاد العدد السكاني وبدات تتوافد اعداد كبيره من المحافظات العراقيه، هذا كله احنا نعرفه، بس المفروض انه من يزيد عدد السكان انه الحكومه والوزاره انه تبدي توسع بالبنى التحتيه، تبدي توسع بالابنيه حتى انه نتفادى هذه المشاكل وقوحها وانتشارها على مواقع التواصل الاجتماعي وتوصل لبرنامج المدينه ونعرضها، ونطالب الجهات المعنيه بتوفير مقاعد مخصصه للجلوس بالردات او خاصه بالعيادات الاستشاريه اللي تكون موجوده بالمستشفيات العراقيه وخاصه مدينه الطب حتى نتخلص من هذه الازمه، لان عيب اليوم انه نشوف مواطن عراقي مريض او مرافق لمريض داخل لمستشفى مثل مدينه الطب واللي هي رمز من رموز الصحة الكبيرة اللي موجودة عندنا بالعراق، أنه جالس على الأرض وما عندهم أنه كرسي ينطونه ويقعدون المريض أو المرافق عليه أو أي مراجع كان. يعني ما أعتقد أنه هو المراجع اللي داخل ده يتونس لمدينة الطب أو لأي مستشفى، يا أما أنه هو مريض يا أما أنه جاي مرافق لمريض، فبالتالي اثنيناتهم أنهم يحتاجون للاهتمام، للرعاية، لتقديم الأشياء الإيجابية لهم، و يعني خلوهم يرتاحون داخل المستشفيات. احنا لا، بالعكس، انه المريض اللي يدخل المرافق مالته راح يتمرض اكثر من عنده. ليش؟ لانه روح جيب دواء، وين الدواء؟ ماخذ بالصيدليه بالمستشفى، لازم من برا، يروح يجيب من برا، يرجع سوي له هذا التحليل، هذا التحليل ما موجود، لازم تاخذ دم وتروح المختبر اهلي حتى تسوي وتجيب لنا اياه، وكلها سونار لازم تروح برا، اشعه لازم انه تطلعه، وازدحامات ومواعيد كثيره يعني موجوده بالوزاره باهمالها للمستشفيات، وهذه اللي عرقلت المسيره بوزاره الصحه. فنتمنى من وزاره الصحه على الاقل على الاقل انه يوفرون مقاعد للجلوس حتى نحترم كرامه المواطن العراقي، وقبل ايام تحدثنا ايضا يا ريت انه كرامه المواطن العراقي تدرجوها على لائحه التراث العراقي زين، والاهتمام العراقي من قبل الحكومه حتى نرتقي بمثل ما كان في السنوات السابقه، ينحسب له 1000 حساب. فاللي نتمناه من وزارة الصحة الاهتمام بالبنى التحتية، سواء كان في مديرية صحة بغداد أو المحافظات العراقية وخاصة مدينة الطب، يا ريت تعطوها فلوس هواية حتى أنه تسد من النقص الحاصل
اللي موجود بالأدوية وأيضا بالأجهزة والأسرة اللي موجودة في كل بنايات مدينة الطب. أصلا هو نفس المراجع جاي يتمرض وأكثر من المريض. فعلا. يعني يمكن المريض يبقى على سريرة والمراجع يطلع يفتر خطيه يدور منا الأدوية منا. فيعني نتمنى أنه يكون هناك متابعة للقضية، والمنظر اللي شفناه كلش بائس، لا يرتقي بأن تكون مستشفى مثل مستشفى مدينة الطب في بغداد. وإذا يعني على الأطباء فإحنا نحكي لنا والعلينا، يجينا تجينا شكوى على الأطباء نحكيها، وإذا شكوى وياكم والدليل أنه أمس إحنا عرضنا مناشدة فيما يخص مستشفى المناذرة في النجف، الأكل المقدم وجبات الطعام المقدمة لأطباء الخفر، وإحنا حكينا بالقضية وقلنا لا يجوز إعطاء مثل هكذا طعام. فإحنا نحكي لنا والعلينا، اللي وصل لنا نحكي، أي شكوى توصل لازم نطرحها للرأي العام حتى يتم، إحنا نريد نحل القضية، نوصل إلى مرحلة حتى هاي الفجوات يتم ردمها. تعرفون المريض ما عنده ثقة صار بالطبيب، والطبيب أصلا يعني أحيانا يستهان بالقضية، وهكذا صارت فجوات بيننا وبين بين المريض وبين طبيبه. لكن إحنا نحاول قدر الإمكان أن وزارة الصحة تساعدنا وتتعاون ويانا حتى نخلص من الكثير من المشاكل. طيب نروح إلى، هسه نترك وزارة الصحة نروح إلى موضوع مختلف تماما، موضوع الأسماك. إحنا يعني دائما نحكي بقضية الصيد الجائر. مجموعة من الصور وصلت لنا من واسط، وتظهر هذه الصور أنه بعض الصيادين يقومون برمي السوم حتى يتم صيد الأسماك. الصور مؤذية للغاية، راح نشوف أسماك، والله هي مو إحنا يعني قلنا بمئات، هي عشرات الآلاف أسماك صغيرة. تعرفون أنه فترة التكاثر حتى أنه يعني حتى في البصرة يتم رمي الأسماك الصغيرة حتى تكبر في النهر، مساهمة من بعض الجهات المختصة بهذا الموضوع. حرمتها الأسماك بعدها صغيرة وما تحملت السم. زين أنتم شلون تصيدونها؟ شلون تبيعونها؟ هل يعني تأثر لو ما تأثر؟ تأثر على النهر والبيئة النهرية؟ وأهم شيء، أهم واحد اللي أنتم جايين تصيدون السمك، أنتم جايين تقضون على الثروة السمكية بشكل كبير. زين وين المختصين؟ وين الجهات اللي هي مختصة بهذا الموضوع؟ وين المراقبة؟ شلون واحد يشوف الشكل إلى قلب يشوف هاي الأعداد الكبيرة من الأسماك كلها ميتة عن طريق السوم؟ أنا هذا المنظر أيضا شفته بس أقل من عنده في البصرة على شط العرب. فإحنا سألنا قلنا ليش هاي الأسماك الشكل ميتة بهاي الطريقة؟ فقالوا يرمون لها سم، واللي يصيدونه يصيدونه الكبار، والصغير يبقى حرامات يبقى ميت طافي. زين هذا راح يتعفن بالهذا، هذا يأثر أيضا على الشاط. هاي نفس الشيء في الواسط، هاي انتم شلتوا الكبار طبعا راح يصيدون الكبار، الكبار اللي يردونه، هذا الصغار ما يفيدهم، مات. زين هذا الصغار راح يكبر لو احنا مبقينه. فالطريقه المفروض تكون مو هالشكل الصيد، يعني انتم مستعجلين تردون تجمعون اكبر عدد باسرع وقت. نتمنى يكون هناك متابعه للقضيه. هاي الثروه السمكيه، احنا عندنا الثروه الزراعيه انتهت، عندنا الثروه الحيوانيه شبه منتهيه، فحرامات على الثروه السمكيه، على الاقل الناس تبقى تاكل سمك. بس بهاي الطريقة أنتم جاي تأثرون على الناس وعلى صحتهم، وبنفس الوقت تأثرون على الثروة السمكية وتأثرون على الشط والأنهر الموجودة بالعراق اللي تبقى بهذا المنظر مع هذه الأسماك اللي ممكن بأي دقيقة تتعفن. إن شاء الله يكون هناك متابعة للموضوع. يعني هو أكيد ممكن هناك أنواع نادرة من الأسماك اللي موجودة واللي هي مهددة بالانقراض، إذا راح نرمي السم بهذه الطريقة فأكيد راح نقضي على جميع أنواع الأسماك اللي موجودة في الأنهر العراقية، والمعروف عن العراق بأسماك نادرة جدا ما موجودة في أي دولة كانت. فاللي نتمنى من الصيادين شوية يخلون الله بين عيونهم، ومكان ما ترمي السم أو تجيب هذه طريقة النتل بالكهرباء يا ريت أن تبتعدون عنها، وأكو طرق اللي هي الصيد الصحيح تتخذوها حتى نتفادى مثل هذه المشاكل والخسائر الكبيرة بالثروات العراقية للأسف بدأت تندمر بسبب إهمال الحكومة وأيضا بعض الجهات المعنية اللي من المفترض أن تكون هي جهة رقابية وتمنع مثل هذه الحوادث. نروح لموضوع آخر وموضوع مهم جدا يخص وزارة الدفاع ووزارة الداخلية، وإحنا مع تسلم سيد وزير الدفاع وسيد وزير الداخلية تحدثنا وقلنا من أولويات الوزير القادم أو اللي استلم منصبه بالجديد أنه يعمل على إعادة المفصولين من الخدمة بسبب
العمليات العسكرية اللي صارت أو بسبب دخول داعش للبلد أو بالمحافظات المدمرة. هذا الموضوع وهذا الملف مهم جدا لأنهم جنود ما لهم أي ذنب، هم أخذوا أوامر من قادتهم والقادة هم اللي انهزموا وهم اللي عافوا أرض العراق، لكن الجنود بقوا يقاتلون والبعض من عندهم أيضا انسحب، لكن بعد فترة قصيرة جدا رجع وباشر بالعمل والدوام مع سريته ومع فرقته ومع لواءه إلى تحرير المدن اللي موجودة في العراق. فنتمنى إعادتهم للخدمة لأن هناك أوامر إدارية لكن لم تنفذ من قبل الجهات المعنية، لا من وزارة الدفاع ولا من وزارة المالية ولا أيضا القوانين المشرعة اللي خاصة بمجلس النواب العراقي تنفذت على أرض الواقع، فمعاناتهم كبيرة جدا وخاصة أبناء الموصل لأنه هم بأمس الحاجة للعودة للخدمة من أجل استلام رواتب والحفاظ على أرض الموصل ووحدة العراق بأكملها. طالب باسمي وباسم اهل الموصل انه المنتسبين من وزاره الدفاع والداخليه الكل ترجع دوامها. ابو الماليه يقول ما عندي فلوس، اكو الشغله ما حد ما حكاها. السجون مليانه دواعش يصرفون عليهم اكل وشرب، ومو سجن، فندق 5 نجوم، تبريد واكل وشرب وفلوس مخصصين لهم، المن طلعوا من هنا بالمنصه صعدموهم، برضو قوارب العوائل عوائل الشهداء على الاقل شويه قلبه يبرد، ولو ما يبرد اللي رايح لشهيد ابد قلبه ما يبرد. اما نبقيهم بالسجون منطيهم ما عنده ايجار، ما عنده والله ما عنده ايجار. هاي صار 6 شهور ما دافع ايجار، احنا بيتنا بالقديمه، هاي ارض الموصل ارضنا وارض ابائنا وارض اجدادنا، وما نطلع من الموصل لنموت، نفضل الموت عن الهزيمه، لنهزم ولبس الدشداشه ونسم اول واحد من القاده اللي باع الموصل. اليوم يتكرم واحسن اكل واحسن شرب واحسن مناسب، بس ابن الموصل اللي ما يعوف الموصل اللي ثبت بالموصل هذا حاله، ما عنده ربع دينار والله العظيم، شاتلوا الجوع. واليوم الشباب بعض الشباب من اخواننا من سنجار التحقوا، لعد انت دوله ما تقدر توفر ما بينا 4000 5000 شخص. لما السيد رئيس الوزراء لما الموضوع قبل ما يكبر، ليش بعدين الشباب تنحرف؟ ناس تاكل وناس تجوع. طبعا الحكومه اختلفت ويانا، الماليه ذبها على الدفاع والدفاع ذبها على الماليه ورئيس الوزراء ذبها على الماليه والماليه ستها على البرلمان وما ندري شنو السالفه. هسه احنا عندنا عندك البرلمان قرر قرار تشريعي، الحكومه ما نفذت، عندك رئيس الوزراء صدر امر ديواني 107 والحكومه ما نفذت، رئيس الوزراء السكرتير طلع كتاب رسمي سكرتير رئيس الوزراء فريق محمد والحكومه ما نفذت. زين احنا احنا المفسوخ عقدنا شنو ذنبنا؟ شنو ذنب هذا الرجال؟ رجال خدمته اكثر من 20 سنه يبيع بطاله ماي بطل بربع، شنو ذنبه؟ شنو ذنبه وعنده شهيد ويبيع بطل ماي؟ وسع كنا المفسوخ عقدنا 1000 دينار ماكو بجيبنا. رسالتي رئيس الوزراء يا اخي، اللي سبب سقوط الموصل هم القاده الامنيين مو الجندي، اللي سبب سقوط الموصل هو علي غيدان وعبود قنبر ومهدي القراوي وقادة الفرق وعاملين الألوية، مو يقولون الوحدة بأمرها؟ إذا الأمر مالك يشرد، قائد الفرقة يشرد، رئيس أركان الجيش عبود قنبر يشرد، قائد القوة البرية علي غيدان يشرد، زين الجندي شو يسوي؟ لا حول ولا قوة. فرسالتي رئيس الوزراء مو احنا سلمنا الموصل، ومو احنا سببنا سقوط الموصل، ولا احنا اللي سببوا سقوط الموصل هم القادة الأمنيين، يا ناس يا عالم، اللي سقط الموصل واللي سبب سقوط الموصل هم القاده مو الجندي، الجندي لا حول ولا قوه، الجندي يستلم اوامر. زين اذا امر الفوج مالي ينهزم، وامر لواء مالي ينهزم، وقائد الفرقه ينهزم، وقاده وزاره الدفاع تنهزم، الجندي منين ياخذ اوامره؟ من الحائط ياخذين؟ نرجع ونقول انه شنو ذنب اللي موجودين واللي شاهدناهم من خلال هذه التظاهره واللي موجودين هم من ابناء مدينه الموصل، يعني مثل ما ذكروا انه هناك امر اداري
أو أمر ديواني اللي هو 107 اللي خاص بعودتهم للخدمة، لكن أنه ما أعرف أجا قرار رفض من وزارة المالية بسبب عدم وجود ميزانية مخصصة لعودتهم للخدمة اللي هم موجودين بالدفاع والداخلية. وأيضا مجلس النواب ما أعرف شنو اللي شرع من قوانين تخص عودتهم للخدمة، لكن لحد هذه اللحظة السلطات التشريعية مع السلطات التنفيذية أكو خلاف بيناتهم، وبالتالي ما حد راضي على الثاني وما حد يقدر ينفذ الأمر اللي أعلى من عنده، وصار القضية بين عمك وخالك وهي كلها خاصة بالحكومة العراقية. نتمنى عودتهم ونتمنى من السادة الوزراء الجدد اللي هم مسؤولين واستلموا مناصب بالدفاع والداخلية بالاهتمام بهذا الملف والنظر إلى بنظرة أبوية وأخوية لكل المفصولين عن الخدمة، وعودتهم مرة ثانية للخدمة من أجل الحفاظ على وحدة العراق، لأنه إحنا بالوقت الحالي عندنا مشاكل كثيرة والأمن مالتنا أيضا مو تمام. فنتمنى أن عودتهم وإرجاعهم مرة ثانية للخدمة حتى يخدمون بلدهم بالشكل الصحيح، لأنه إحنا محتاجيهم. ونتمنى أيضا من ضمن الأولويات اللي نطرحها اللي هي دورات الكلية العسكرية سواء كانت 82 أو 110، لأن هناك مشاكل كثيرة حول هذه الدورة، ونتمنى أيضا الالتفات إليها من قبل وزارة الدفاع بأسرع وقت ممكن. اليوم كانت حلقتنا برعاية التظاهرات، تظاهرات كثيرة غير التظاهرات اللي ما تم تغطيتها، لكن نتمنى أن يكون هناك أكو استجابة وأكو حل على الأقل لقسم من هذه المشاكل التي طرحت. هذا كل ما كان عندنا اليوم في أهل المدينة، نتمنى دائما نلتقي على الخير والمحبة والسلام في أمان الله. وصلنا لكم لختام حلقتنا لهذا اليوم، شكرا لكم، إلى اللقاء.